شاهد ماذا فعل هذا الشاب مع ابنة خالته وهي تقوم بالصلاة. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو لخمسين ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك شابا يعيش مع والديه في منزل واحد، حيث أنه كان وحيدا لوالديه، ولذلك كان مدلل عندهم إلى أقصى درجة ممكنة، فكان كل شيء مجاب له مهما كان هذا الشيء، فكان والده يحبه جدا ولم يبخل عليه بأي شيء، وحتى وإن كان هذا الشيء فوق استطاعته فكان يفعل أي شيء حتى ينفذ طلبات ابنه، ولكن هذا في بعض الأحيان لم يكن مطلوبا على الإطلاق. فمن الممكن أن ينقلب هذا الحب والاهتمام الزائد إلى حب أعمى مثل ما يقول، فيكون تدمير للأبناء وليس إصلاحا لهم، وهو ما حدث مع هذا الشاب. فالحب والاهتمام الزائد عن حده انقلب ضده، وبدأ ابنه يهمل الدراسة، وبدلا من أن يهتم بمستقبله بدأ يهتم بأشياء أخرى تغضب الله سبحانه وتعالى، حتى وصل به الأمر أن يفعل الحرام مع الفتيات الذي لعنهم الله تعالى، وكل هذا ولم يعلم والده شيئا عن جميع أفعاله. وكان يذهب إلى منزل خالته يجلس هناك بعض الوقت مع خالته ومع ابنة خالته، حيث كان زوج خالته يعمل في إحدى الدول الأوروبية ولم يكن موجود في ذلك الوقت. ومن كثرة الشرب والإدمان الذي كان يشربه فبدأ ينظر إلى ابنة خالته نظرة شريرة، مثل النظرات التي ينظرها إلى الفتيات الذي يفعل الحرام معهما. فحاول أن يقترب من ابنة خالته، ولكنه تفاجأ برد فعلها، حيث قامت بضربه وطرده من المنزل. وليس هذا فقط، بل قامت بتهديده إن فعل هذا مرة أخرى فسوف تقوم بفضحه أمام الجميع. ولكن الشاب اغتاظ جدا لدرجة أنه قرر بأن ينتقم منها على ما فعلته معه، وبالفعل ظل يفكر ماذا يفعل، حتى جاءته فكرة شيطانية بأن يعود إلى منزل خالته في نفس اليوم ولكن متأخرا في وقت الفجر، ويدخل غرفة ابنة خالته ويقوم بخطفها، ثم يفعل الحرام معها، ثم يتركها مثل باقي الفتيات، وبذلك يكون قد انتقم منها وأخذ حقه منها. وبالفعل قام بالتسلل إلى منزل خالته، وقام بالدخول إلى المنزل دون أن يشعر به أحدا، ثم دخل إلى غرفة نوم ابنة خالته حتى يقوم بخطفها. وعندما دخل إلى الغرفة سمع أذان الفجر يرن في أذنيه، وكأنه يقول له ارجع إلى الله قبل فوات الأوان. وليس ذلك فقط، بل كانت ابنة خالته ساجدة وهي تقوم بالصلاة، وسمعها وهي تتحدث مع الله بأن يسامحها على ما فعلته معه اليوم من ضربه وطرده من داخل المنزل، وتطلب من الله تعالى بأن يهديه إلى طريقه ويعود إليه قبل فوات الأوان. ففي هذا الوقت شعر بأن هذا الأمر هو رسالة من الله له بأن يرجع على ما هو ناوي فعله، وأن يتوب توبة نصوحة على ما فعله من قبل. وبالفعل بدأت الدموع تتساقط من عينيه وهو يرفع وجهه إلى الله ويطلب منه أن يسامحه على ما فعله وعلى ما كان سوف يفعله، وطلب منه أن يساعده بأن يمشي في طريقه وفي نوره ويبعد عن الظلام الذي كان يعيش بداخله. وبالفعل قام الشاب بتقديم توبة صادقة إلى الله تعالى من كل قلبه، وذهب إلى ابنة خالته وبدأ يتأسف ويعتذر لها ويطلب منها أن تسامحه. ففرحت ابنة خالته جدا وقالت له بأنها قد سامحته، ولكن يطلب من الله هو الذي يسامحه. وبالفعل عاد إلى الله وإلى طريقه مرة أخرى. اللهم اجعلنا نمشي في رحابك وفي طريقك، ولا نمشي في طريق آخر سوى طريقك، حتى تكون نهايتنا نور وحق. هذا الشيء يفعله معظم المسلمين، ورغم أنهم يصلوا لن يدخلوا الجنة ولن تقبل صلاتهم، لن تصدق ما هو. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي، ووضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل جديد من قناة هل تصدق. أما الآن هيا لنبدأ.
يعتبر المنافقون من أشد فئات الناس خطراً على الإسلام والمسلمين، فالمنافقون يتغلغلون في المجتمع وينتشرون من دون أن يشعر أو يحس بهم أحد، فتراهم يمكرون ويصنعون الدسائس في صفوف المجتمع المسلم خفية عن أعين الناس وبعيداً عنهم. لذلك حذر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين من شرهم وخطرهم على المجتمع، كما أعلم نبيه الكريم بأسماء المنافقين ممن حوله. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين إلا صحابيا واحدا أخبره بذلك، هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي لقب بصاحب السر. وعلى الرغم من أن المنافق هو إنسان لا يعلمه الناس يقينا، إلا أن للنفاق إمارات وعلامات، فإذا اجتمعت تلك العلامات كاملة عند إنسان كان منافقا كاملا، ومن كانت عنده خصلة وعلامة منها كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. فما هي علامات المنافق كما وردت في الأحاديث النبوية الشريفة والقرآن الكريم؟ علامات النفاق هو النفاق العملي، ويعرف بأنه اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقادات، ويكون بعمل شيء من أعمال المنافقين، وثمة الكثير من الصفات التي تدل على النفاق العملي. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفات المنافقين في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفيما يأتي بيان كل صفة من صفات المنافقين. أولا الكذب. يعتبر الكذب من الصفات المتأصلة في المنافقين، فهم لا يعرفون للصدق طريق، وقد شهد الله تعالى بذلك حيث قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتنب الكذب ويتحرى الصدق حتى لا يتصف بصفات المنافقين. ثانيا التهاون في أداء الصلاة، حيث إن المنافقين لا يخافون من تضيع الصلاة ويستثقلون أدائها، وفي حال قاموا لأدائها يقومون وهم كسالى، مصدقا لقول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثالثا إخلاف العهد. إن الوفاء من صفات المؤمنين،